السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال ودائما مع مجالنا الجديد، مجال الرحلات والأسفار. الوحدة السادسة، درسنا لهذا اليوم في مكون الحكاية الذي يندرج ضمن مجالنا الجديد الرحلات والأسفار، التي تعتبر من أنجع الوسائل التي تحقق بعض الغايات التي يصغو إليها كل إنسان، من بينها الاسترخاء والراحة والترويح عن النفس وتجديد طاقتنا وحيويتنا والابتعاد عن الحياة العادية. وقبل أن نبدأ أحبائي، ينبغي أن نحقق الأهداف التالية. وكما العادة، أهداف حصتنا الأولى ستكون كالتالي: تحديد التوقعات انطلاقا من الصور والعنوان، تعرف مضمون الحكاية سماعيا، التعبير عن الفهم الأولي للحكاية المسموعة. إذن أحبائي، خذوا معي الكتاب الصفحة 190. إذن ألاحظ وأتوقع، لنلاحظ جميعا الصور ونحاول توقع أحداث الحكاية. إذن أحبائي، تأملوا هذه المشاهد وعبر عما ترونه في كل مشهد. ماذا استنتجتم؟ هناك شخصيات رئيسية ستدور حولها حكايتنا، وهي شخصيات حيوانية وتوجد في كل مشهد. ما هو؟ أحسنتم، إنه الجدي الذي كان ينمي نفسه بنزهة، وهذا الجدي قد وصف في الحكاية بالعنيد. إذن عنوان حكايتنا هو نزهة الجدي العنيد. إذن فما معنى النزهة؟ النزهة هي الخروج إلى الهواء الطلق وإلى أماكن الترفيه والتسلية. الجدي وهو الذكر من أولاد المعز، والمعز هي مفرد الماعز، والمعز هي مفرد الماعز. العنيد هو صعب الميراث. ماذا تعني؟ نعني الذي يستكبر ويتجاوز الحد في العصيان. إذن هذا هو عنوان حكايتنا، نزهة الجدي العنيد. إذن أحبائي، انطلاقا من عنوان حكايتنا نزهة الجدي العنيد وهذه المشاهد، اكتبوا توقعاتكم لماذا قد تتحدث عنه الحكاية على الدفتر لكي تتحققوا منها، هل هي مطابقة لمضمون الحكاية أم لا؟ إذن هل أنتم مستعدون لسماع الحكاية؟ إذن أحبائي، كل واحد منكم يختار الوضعية المفضلة أثناء استماعكم لهذه الحكاية. نزهة الجدي العنيد. في الصباح الباكر والشمس مشرقة، وقبل أن يخرج الراعي بقطيع الماعز إلى المرعى، ربط الجدي الصغير إلى وتد في الزريبة وقدم إليه حشيشا أخضر.
أكل الجدي الصغير حتى شبع، فتذكر أمه التي خرجت مع القطيع وبدأ يتساءل: لماذا خرج الماعز كله إلا أنا؟ لا شك أن أمي هي السبب، لأنها تخاف علي من السقوط من أعلى الأشجار، أو لأنني مشاغب. أخذ الجدي الصغير يجر الحبل برجله ويصيح: لا أريد أن أبقى وحدي، أريد أن أتنزه وأن أعتمد على نفسي لأثبت لأمي أنني كبرت. أخذ العناد يتسرب إلى رأس الجدي، فبدأ ينبش أرض الزريبة برجليه ويحتك بقوة بالوتد الذي ربطوه إليه حتى اقتلعه، فأحس أنه طليق وجرى خارج الزريبة يتجول في المزرعة. راح الجدي الصغير يغني وهو يمني نفسه بنزهة أولى في المزرعة، فسار وهو يجر وراءه الحبل بوتده، وبينما هو في تلك الحالة علق الحبل حول جذع شجرة. جر الجدي الصغير الحبل بقوة وصار كلما دار حول الجذع لتخليص نفسه قصر الحبل وازدادت الأمور صعوبة. بدأ الجدي الصغير يستغيث: باع 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 أيها الحصان، أيها الثور، أيتها البقرة، تعالوا أنقذوني. جاء الحصان وأمسك بالحبل يجره، أقبل الثور وصار يجر الحبل، وجاءت البقرة وهي تتساءل: ماذا وقع لصديقنا الصغير؟ وعندما أخبروها أخذت تجر الحبل لكن دون جدوى. فجأة أطل الفأر من جحره فقال: ما هذا الصخب؟ أجابوا في وقت واحد: إن الحبل المربوط إلى عنق الجدي الصغير قد التف حول جذع الشجرة. قال الفأر: أنا أحل المشكلة. صاح الجميع: ها ها أنت؟ ابتسم الفأر ثم قفز إلى الحبل يقرضه بأسنانه، وبعد لحظات كان الجدي الصغير يسير برفقة الحصان والثور والبقرة يكمل نزهته. وبعد استماعكم أحبائي إلى الحكاية، الآن سنمر لنتحقق الآن من توقعاتكم. بعد الاستماع لحكاية نزهة الجدي العنيد، أجب عن الأسئلة التالية: عن ماذا تتحدث الحكاية؟ ما هي الشخصيات الرئيسية؟ من الذي كان يريده الجدي؟ بماذا وصف في هذه الحكاية؟ ما جزاء عناده؟ من ساعده؟ إذن أحبائي، تجيبون عن هذه الأسئلة في دفتر الواجبات، ونلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء، وشكرا على حسن تتبعكم.